عندما ذهب أبو العاص بن الربيعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وقال له: أريد أن أتزوج زينب ابنتك الكبرى. فقال له النبي: لا أفعل حتى أستأذنها. ويدخل النبي صلى الله عليه وسلم على زينب ويقول لها: ابن خالتك جاءني وقد ذكر اسمك، فهل ترضينه زوجا لك؟ فاحمر وجهها وابتسمت. فخرج النبي وتزوج زينب أبا العاص بن الربيع لكي تبدأ قصة حب قوية. ثم بدأت مشكلة كبيرة حين بعث النبي وأصبح نبيا، بينما كان أبو العاص مسافرا، وحين عاد وجد زوجته أسلمت، فدخل عليها من سفره فقالت له: عندي لك خبر عظيم. فقام وتركها، فاندهشت زينب وتبعته وهي تقول: لقد بعث أبي نبيا وأنا أسلمت. فقال: هل أخبرتيني أولا؟ يعني هل سألتيني؟ وتطل في الأفق مشكلة خطيرة بينهما، مشكلة عقيدة. قالت له: ما كنت لأكذب أبي، وما كان أبي كذابا، إنه الصادق الأمين، ولست وحدي، لقد أسلمت أمي وأسلم إخوتي، وأسلم ابن عمي علي بن أبي طالب، وأسلم ابن عمتك عثمان بن عفان، وأسلم صديقك أبو بكر الصديق. فقال: أما أنا فلا أحب الناس أن يقولوا خذل قومه وكفر بآبائه إرضاء لزوجته، وما أبوك بمتهم؟ ثم قال لها: فهلا عذرت وقدرت؟ فقالت: ومن يعذر إن لم أعذر أنا، ولكن أنا زوجتك أعينك على الحق حتى تقدر علي. ووفت بكلمتها له 20 سنة. ظل أبو العاص على كفره، ثم جاءت الهجرة، فذهب زينب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، أتأذن لي أن أبقى مع زوجي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ابقي مع زوجك وأولادك. وظلت بمكة إلى أن حدثت غزوة بدر، وقرر أبو العاص أن يخرج للحرب في صفوف جيش قريش. وجاءت أصعب اللحظات التي كانت لا تتمنى حدوثها أبدا، زوجها يحارب أباها. فكانت زينب تبكي وتقول: اللهم إني أخشى من يوم تشرق شمسه فييتم ولدي أو أفقد أبي. ويخرج أبو العاص بن الربيع ويشارك في غزوة بدر، وتنتهي المعركة فيؤسر أبو العاص بن الربيع، وتذهب أخباره لمكة فتسأل زينب: وماذا فعل أبي؟ فقيل لها: انتصر المسلمون. فتسجد شكرا لله، ثم سألت: وماذا فعل زوجي؟ أرسل في فداء زوجي. ولم يكن لديها شيء ثمين تفتدي به زوجها، فخلعت عقد أمها الذي كانت تزين به صدرها، وأرسلت العقد مع شقيق أبي العاص بن الربيع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان النبي جالسا يتلقى الفدية ويطلق الأسرى، وحين رأى عقد السيدة خديجة سأل: هذا فداء من؟ قالوا: هذا فداء أبي العاص بن الربيع. فبكى النبي وقال: هذا عقد خديجة. لم ينسى أشياءها في حياتها، أن ينسى ذلك الحب الدفين بعد موتها. ثم نهض وقال: أيها الناس، إن هذا الرجل ما ذممناه صهرا، فهلا فككت أسره؟ وهلا قبلتم أن تردوا إليها عقدها؟ فقالوا: نعم يا رسول الله. فأعطاه النبي العقد وقال: قل لزينب لا تفرطي في عقد خديجة. ثم قال له: يا أبا العاص، هل لك أن أساررك؟ ثم تنحى به جانبا وقال له: يا أبا العاص، إن الله أمرني أن أفرق بين مسلمة وكافر، فهلا رددت إلي ابنتي؟ فقال: نعم. وخرجت زينب تستقبل أبا العاص على أبواب مكة، فقال لها حين رآها: إني راحل. فقالت: إلى أين؟ قال: لست أنا الذي سيرتحل، ولكن أنت سترحلين إلى أبيك. فقالت: لما؟ قال: للتفريق بيني وبينك، فارجعي إلى أبيك. فقالت: فهل لك أن ترافقني وتسلم؟ قال: لا. فأخذت ولدها وابنتها وذهبت إلى المدينة، وبدأ الخطاب يتقدمون لخطبتها على مدى 6 سنوات، وكانت ترفض على أمل أن يعود إليها زوجها. وبعد 6 سنوات كان أبو العاص قد خرج بقافلة من مكة إلى الشام، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة في 70 و100 راكب، فلقوا العير، فأخذوا ما فيها وأسروا ناسا منهم أبو العاص. ولكن أبو العاص سأل على بيت زينب وطرق بابها قبيل أذان الفجر، فسألته حين رأيت: أجئت مسلما؟ قال: بل جئت هاربا. قالت: فلا تخف، مرحبا بابن الخالة. وبعد أن أم النبي المسلمين في صلاة الفجر، إذا بصوت يأتي من آخر المسجد: قد أجرت أبا العاص بن الربيع. فقال النبي: هل سمعتم ما سمعت؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قالت زينب: يا رسول الله، إن أبا العاص إن بعد فابن الخالة، وإن قرب فأبو الولد، وقد أجرته يا رسول الله. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا أيها الناس، إن هذا الرجل ما ذممته صهرا، وإن هذا الرجل حدثني فصدقني، ووعدني فوفى لي، فإن قبلتم أن تردوا إليه ماله وأن تتركوه يعود إلى بلده، فهذا أحب إلي،
وإن أبيتم فالأمر إليكم والحق لكم ولا ألومكم عليه. فقال الناس: من نعطيه ماله يا رسول الله؟ فقال النبي: قد أجرنا من أجرت يا زينب. فدخلت زينب وقالت لأبي العاص بن الربيع: يا أبا العاص، أهان عليك فراقنا، هل لك أن تسلم وتبقى معنا؟ قال: لا. وأخذ ماله وعاد إلى مكة، وعند وصوله إلى مكة توقف وقال: أيها الناس، هذه أموالكم، هل بقي لكم شيء؟ فقالوا: جزاك الله خيرا، وفيت أحسن الوفاء. قال: فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم دخل المدينة فجرا وتوجه إلى النبي وقال: يا رسول الله، أجرتني بالأمس، واليوم جئت أقول أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. وقال أبو العاص بن الربيعة: يا رسول الله، هل تأذن لي أن أراجع زينب؟ فأخذه النبي وقال: تعال معي. ووقف على بيت زينب وطرق الباب وقال: يا زينب، إن ابن خالتك جاء لي اليوم يستأذنني أن يراجعك، فهل تقبلين؟ فاحمر وجهها وابتسمت. والغريب أنه بعد سنة من هذه الواقعة ماتت زينب، فبكاها بكاء شديدا حتى رأى الناس رسول الله يمسح عليه ويهون عليه، فيقول له: والله يا رسول الله، ما عدت أطيق الدنيا بغير زينب. ومات بعد سنة من موت زينب. أرأيت كيف يساق القلب المحب إلى دار حبيبه؟ هذه كانت جزئية من كتاب بداية طريق، قمنا بتسجيله على تطبيق ستوري تيل وإضافته لمجموعة الكتب. تعرفون، لكل شخص فينا حلم أو أحلام يرغب في الوصول إليها، فهذا الكتاب يأخذك من يدك ويضعك على بداية الطريق الذي من خلاله تستطيع الوصول إلى حلمك بإذن الله. كتاب مناسب أيضا للاستماع إليه في شهر رمضان الكريم، لما يحتوي على قصص وعبر وآيات قرآنية وحديث نبوية تذكرك بالله عز وجل وتعلمك أكثر. يعني يمكنك الاستماع له أثناء انتظارك أو إعدادك للطعام أو قيادتك للسيارة. طبعا بعد الانتهاء من باقي العبادات في شهر رمضان، وضعت لكم رابط الاستماع لهذا الكتاب في صندوق الوصف، وحياكم الله ودمتم في أمان الله.